أيها المواطنون أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. شبير عزيز، لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها، وأتمنى دائما مقاربة تشاركية وإدماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة. وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سنكلفها قريبا بالانكباب على هذا الموضوع المصيري. وإننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل. ونود أن نؤكد هنا على الطابع الوطني لعمل اللجنة والتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه، نموذج مغربي مغربي خالص. مستعد بهذا اللقاء ديال الخطاب الملكي النصره ديال الملك نصره الله، لكي أكد على انفتاح الشباب على التكوين المهني بجميع انواعه، الحديث والتقليدي والصناعه التقليديه الى اخره. كيأكد على ان الحكومه ما يمكنلاش بوحدها تعمل من اجل التنميه، فكيخص هنا واحد العمل تشاركي من اجل النهوض بهذه البلاد هذه وبالنهوض بالشباب. كنهنئ الشعب المغربي كافه وعلى راسهم صاحب الجلاله على هذه المناسبه السعيده، ثوره الملك والشعب. فيما يخص الخطاب الملكي كان واضح ودائما كيحث فيه جلالته على التكوين المهني، لان المستقبل الغد هو الشباب، ودائما كيحث بجديه في كل الخطابات ديالو بالتكوين المهني. وكما قال الملك الراحل جلالة الملك محمد الخامس، هذه الملحمة الكبرى خصنا نجتهدوا ليها كاملين، ماشي غير القطاع ديال التعليم او التكوين المهني، حتى المجتمع المدني خصو يساهم في هذه المسألة. هذه الخطاب ديال صاحب الجلالة كان يعني موجه للشباب اولا في الدرجة الاولى، ثانيا يعني توصي وتأكد الناس المسؤولين باش ينتبهوا لهذه المسائل هادو، يعني في التكوين، في يعني الشباب ديالنا ما يبقاش عاطل، تكلم على الهشاشه، تكلم على بزاف ديال المشاريع، والله ينصرو والله يخليه لنا والله يطول عمره.